إلى شيء مرعب. وإيران هذه رسالة إلى الاطلاعات الإيرانية، إلى الدكتور وزير الأمن القومي الإيراني السيد علي شامخاني، أنا أجلك وأحترمك وأقدرك، عيدوا حساباتكم في العراق مع من تعملون، إذا ما مشيتوا بكلامي هذا ستعضون أصابعكم فحينها لا ينفع الندم. أنا أحترمك وأجلك لنزاهتك، والله إن لم تعيدون حسابكم مع من يعمل معكم في العراق لتعضون أصابعكم حتى تقطعونها ندماً.